ليلتنا خضرة ورجعنا لكم مرة تانية. احنا على هواء مباشرة. اي حد عنده اي سؤال او استفسار يتصل بينا على كل ارقامنا التليفونية اللي بتظهر على الشاشة، او يتواصل معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ساعة وعشرين. كمان ممكن تتواصلوا معانا من خلال اليوتيوب شانل ساعة مع شريف. النهارده بنرحب بهبه منال. حصل حاجه كده ضحكتني فمش قادر امسك نفسي. ولا امسك نفسي. ايه الاخبار؟ شوف الاخبار كويس. ازيك يا استاذ حسين؟ يا ابني فك انت مالك واقف كده اهو. قولي لي بقى. فاكك الواد اهو. النهارده ليله البريوش العالميه. النهارده حلقه البريوش. حلقه البريوش. عايزين نبتدي بابو بيض ده. ده البريوش. انا عامله هنا بريوش عادي وعامله ملك البريوش. ملك العادي ده اللي هو ايه؟ يعني بريوش عادي، عجينة بريوش عادية. اه. اللي هي بالبيض. اه. بيض. ايوه. دي حلوة ولا حادقة؟ حلوة. لا دي أنا عاملة منها حادق وعاملة منها حلو وعاملة منها بالتارت تروبيزيان بالكاستر. اه ايه ده بقى؟ ده برضو نفس العجينة. نفس العجينة. بريوش. وإيه اللي جواها بقى؟ كريم باتيسير. كريم باتيسير. أوكي. وهنا عملت الحشو بالفراولة. نفسها هي هي. نفس العجينة. أمال دي إيه؟ ده بقى اسمه بريوش الملوك. اه بتاع الملوك يعني. هو لا هو دي وصفه عالميه يا شريف. اه يعني كل البلاد بتعمل نفس الوصفه مسمينها نفس الاسم. بريوش الملوك. كينج بريوش. كينج بريوش. كينج. كينج بريوش. وايه الهرم ده؟ الهرم ده بقى فيه بريوش تحت هنا بالجبنه اهو، وحطيت معاه بقى زيتون وطماطم وحاجات كده لتشم النسيم. شكله يهبل. اه حلو 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 حلو. انت مش عامل نشغل. وايه اللي في الباسكت هناك ده مع البصل اللي انا هاكل منه كمان شويه؟ ده بالرنجه. بالرنجه؟ بريوش بالرنجه. موس رنجه؟ اه لا مش موس. مال مين؟ ده بشاميل مع رنجه. بشاميل مع رنجه؟ اه. ما دقتوش ده قبل كده؟ لا دقته السنه اللي فاتت. هو ده؟ اللي كان في البرطمان؟ البرطمان اللي بعته لي؟ لا 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 ما دقتوش. لا والله دقته بس خلاص مش مشكله. ابعتي لي منه. طيب. عادي يعني. اه هو جوه فيه بشاميل مع جبنه ومع بصل وبس. خلاص وبس. طب يلا عايزين نبتدي ننزل لعجينه. اه العجينه اللي هي العجينه البريوش العادي. العاديه. يلا نزلنا مقادير البريوش العادي. اتفضل. عجينه البريوش العادي بتتقسم لمرحلتين. المرحله الاولى 3 ارباع كوبايه ميه دافيه وواحد ونص معلقة كبيرة خميرة وواحد ونص كوباية دقيق. اوكي. تاني المرحلة الأولى 3/4 كوباية مية واحد ونص معلقة كبيرة خميرة فورية وواحد ونص كوباية دقيق. بس المية دي تبقى مية دافية. اه. اوكي. مية دافية. ماشي. المرحلة التانية بقية العجينة يعني كوباية دقيق وتلت كوباية سكر ومن 2 لـ3 صفار بيضة حسب حجم البيض وفانيليا تاج الملوك ونص معلقة صغيرة ملح ومية جرام زبدة وتلت كوباية مية. اوكي. كوباية دقيق وتلت كوباية سكر ومن 2 لـ3 صفار بيضة حسب حجم البيضة فانيليا تاج الملوك ونص معلقة صغيرة ملح ومية جرام زبدة وتلت كوباية مية. اوكي. انا هبتدي اعمل العجينه على طول. اي حاجه المرحله الاولانيه. المرحله الاولى اللي هي بقى فيها ايه؟ الدقيق. اوكي كده بنعمل المرحله الاولى. ايوه الدقيق. وبعدين الخميره. بعدين الخميره ونقلب. احنا عايزين هنا الخميره تقلب كويس مع الدقيق عشان ما تبقاش ايه متكومه في حته واحده يعني. وبعدين دي ميه دافيه. حط الميه ونقلب. نفضل نقلب فيها وبعدين كده هتبقى عامله زي الكوره. هنغطيها بفوطه ونحطها في مكان دافي لمده 45 دقيقه. هي خلاص هي كده كورة. أنا مش عايزة أعمل بإيدي يعني دلوقتي عشان ده المفروض تتعمل بالإيد؟ اه المفروض. هي كده بقت عجينة أهي. هنغطيها. يا حسين غطيها لي بقى بحاجة وهنسيبها هتخمر هتبقى بالمنظر ده. وريني كده. اه بتبقى كده اهو كده خمرت بقى. ماشي. اوكي خلاص. اوكي
نبتدي بقى ناخد الجزء الثاني. الجزء الثاني بقى ماشي اللي هو كان ايه بقى؟ هنحط بقى لو في البيض في الخلاط بيتحط. ايوه اللي هو ايه؟ صفار البيض. صفار البيض قلنا كام واحده؟ 3 صفار بيض. ايه؟ 3 صفار بيض والسكر. والزبدة. يبقى حطينا ايه؟ 3 صفار بيض. ايوه. وسكر. والزبدة. والزبدة. استنى حسين. بس انا هقلبهم تقليبة كده الأول. سريعة. عشان يختلطوا. بس كده غويشه زوزو اللي جابتها لك في عيد الاوبا منوره. ميرسي يا شيخ. دي زوزو جميله دي. زوزو دي تبقى حفيدتها. بقول للناس زوزو دي تبقى حفيدتها. هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط الدقيق. هنحط الميه. هنحط شويه ملح. اللي هم النص معلقه ملح. في واحدة فانيليا مش مشكلة. فانيليا تاج النجوم. كده. ونقلب. حطينا ايه من الأول بقى؟ حطيت من الأول خالص؟ لا في دي. في دي حطيت البيض والسكر والزبدة مع بعض وقلبت وبعدين حطيت الدقيق والملح والفانيليا والمية. اوكي. بس ونقلب. خلاص كده اهو. بس كده بس خلاص. ده اول حاجه. اول حاجه احنا هنضيف عليها بقى دي. بتحطي ده الخليط ده على الخليط ده. اوكي. وده بيقعد نقلب فيه قد ايه بقى لغايه ما يحصل ايه؟ ده مثلا اول ما يتجانس من خلاص بيبقى هتيجي. وبعد كده هنعمل العجينه بتاعت ايه؟ الملوكي. وفي حاجه تانية؟ لا انا الاول بس عايزه ابتدي بالبريوش اللي انا عاملاه. اعمل له الخلطه بتاعته. سيبي ده شغال. طب خلاص هو ده كده خلاص. اوكي. عايزه احط الخليط ده بقى. هي دي بيبقى شكل العجينه يا شريف. مش عارفه إيه كده تبقى باينه صفرا. لا بقى خليها كدا. هو هيجيبها دلوقتي. طيب اوكي. ليه بلت لي انا كنت حطها جنبي بلتها دي يا حسين. هتتحط هتضربها. ما تجيبوا لنا البتاع اللي جوه. عايزين نشوف اللي جوه الخلاط. اعدلها ولا هم هيجيبوها؟ لا هم جايبوها. طيب عشان قبل ما احط العجينه الثانيه. حط عليها بقى العجينه الاولانيه. ايوه. اللي هي متخمره. ما تاخدش دي تغسلها. ولو في نقطه ميه في الحاجه تبوظ؟ مش عايزه انا ميه. ونخلطهم قد ايه بقى؟ هنخلطهم بتاع يعني 5 دقايق كده ولا حاجة. اوكي. كده لغاية لما يتجانسوا مع بعض. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي هحط هنا الطاسة فين؟ هات لي كل الحاجات دي بقى حسين. الحاجات اللي هناك. احنا في عجاين تانية هنعملها؟ عجينة الملوكي. الملوكي. هنعملها دلوقتي؟ ثانية بس هخلص دي الأول. ايه دي بقى الأول؟ ما أنا مش فاهم. بص أنا هعمل أنا عاملة واحدة بريوش. عامله لها فواكه هتحط على بعضها هنا واحطها مع كاستر على في او كريم باتيسير يعني في حشو يعني ده ولا ده ملهاش مقادير. وبعدين معاها ايس كريم. ليها مقادير؟ لا ملهاش مقادير دي بالاختيار. بس عايزه معلقه كبيره حسين لو سمحت. لا اوكي. وبعد هحتاج لخشب صح. عباره عن ايه بقى الحشو بتاعها؟ انا هقول اهو. اديني دلوقتي زبده. معلقه زبده. انت فاتح الاول كده. دلوقتي معلقه خشب. اوكي. هنحط عليها اول ما تسيح يعني المفروض نحط بس انا هشتغل على طول. اول ما تسيح الزبده بنحط التفاح مقطع. انت بتضحك على ايه؟ فرحان قوي. ونقلبه شويه. دي خلاص كده.
هتدفريها بقى قدام الناس وحاجات كده مناظر كده؟ اه ممكن نعمل حاجتين او حاجه يعني. طب خلاص حضرتك اقفليها بقى دي، ما مش هنستخدمها ولا هنستخدمها؟ هنستخدمها؟ ممكن نستخدمها. استنى نشوف بقى الحاجه اللي على النار. ايوه هتبقى كده، ده المنظر بتاعها. اوكي هي بتبقى ستيكي شويه، بتبقى طريه شويه كده. ما نقلقش من طريانها، بتلزق. نحطها في الثلاجه لو عايزين نستعملها. أوكي. هي المفروض يعني دلوقتي كده تقعد برضو حوالي ساعه لربع ترتاح شويه. اه ترتاح. طب نعمل بقى الحشو. نعمل الحشو في السريع. انت شكلك مش هتديني وقت. لا انا بس عشان هو انتوا مش مولعين النار على اخرها يا حسين ولا ايه؟ ولا على اخرها، بس لا. انا ما كنتش مولعها من الاول الحقيقه. الحشو بقى ده عباره عن ايه؟ بص انا حطيت هنا زبده وحطيت تفاح. اوكي هو دي اختيارات. وبعدين انا حاطه هنا جايبه اسمه ايه الازرق، توت ازرق مجفف وقراصيا مجففه وزبيب والسكر البني اساسي والكريمه اساسي. ده ممكن اقولهم تاني عشان الكاميرا قبل ما صحيت. طيب انا حطيت زبده وحطيت لا الحاجات دي ايه؟ ما هو انا عشان هنا حطيت تفاح. اه لا الحاجات الثانيه اللي حضرتك كنت بتقوليها دي ده توت مجفف. خليهم على خليهم توت مجفف وقراصيا مجففه برضو يعني قراصيا بتاعتنا العاديه وزبيب وسكر بني وكريمه ولوز. اوكي ماشي. اللي ممكن هنا ما نستغناش عنه خالص هو السكر البني والكريمه. دول اهم حاجه. دول اهم حاجه. ونغير الحاجات الثانيه. اه. طيب احنا لغايه بقى ما البوتاجاز يحمر الحاجات دي. هنشتغل في حاجه ثانيه؟ لا احنا هنشوف اغنيه ونيجي. اه طيب. هنشوف ايه؟ انت عايزه اغنيه ايه؟ هات حاجه لشيرلي بيسي. شيرلي بيسي؟ اه. قولي. ولا النهارده هنحط لك سعاد حسني. طب زي بعض. ايه رايك؟ خلاص اوكي. الدنيا عشان الاسبوع الجاي الدنيا ربيع هنشوي نسيم مع بعضنا يا اولاد. حلو حلو. ايه؟ ليه بيصوتوا جوه كده يا سيدي؟ ها؟ يلا يلا سعاد حسني الدنيا ربيع جوه بديع. يلا يا استاذ رايق. عايزه تدفع عشان ايه نشتغل بيه على طول؟ يلا حطوا لنا الدنيا ربيع وجوه بديع. اتفضل. خلاصي بقى نار فظيعة. عندك ايه؟ لا انا قدمت الاغنية خلاص، كان لازم تقولوا لي من الاول ان انتوا مش مجهزينها. عندك هنا دلوقتي؟ طب يلا. حضرتك احكي لنا ايه الاغنيه دي؟ انا انت مش فيش مش اغنيه شغاله يعني. انا حطيت التفاح وحطيت الفواكه اللي انا جايباها المجففه وبعدين حطيت السكر البني كلهم كده ايه ياخدوا تقليبه مع بعض. احط شويه كمان من شويه من الفواكه المسكره. كملي يا مدام امير. انا مش هستنى قوي لغايه لما وشويه قرفه. ميرسي يا حسين. وشويه كريمه. اوكي انا كنت فاكرها كريمه باودر. دي كريمه لباني. كريمه لباني. كريمه لباني. حبة. هو طبعا المفروض نستنى لما يدبل شويه. شريف انا مش هستنى لما يدبل شويه. اوكي ده هنا حسين كان في عندك دي ايه بقى؟ دي وحده بريوش. انا عملتها في قالب الكب كيك. اوكي وبعدين حطيت جوه يعني نفس العجينه اللي هنا اللي احنا ضربناها. ايوه هي دي نفس العجينه حطيتها. وقعدت قد ايه في الفرن؟ قعدت حوالي نص ساعه وخمس دقائق. اوكي
اوكي. هو البريوش في العادي بيقعد نص ساعة وخمس دقايق؟ لا مش كله. ما نعرف ازاي يعني؟ لما بينجب لونه بيبقى ذهبي كده يا شيخ. اوكي خلاص. اوكي انا هنا هاخد ده. حطه كده. كان المفروض ابقى عامله بارد بس انا ما عملتش. في ايس كريم هتحط عليه؟ اه عايزه الايس كريم يعني. بس ممكن تجيبي ايس كريم لو صح؟ ده ايه ده؟ حط شويه بقى من الكريم باتيسير. ايوه هنا كده. ممكن توريبي الطبق بس شويه عشان مش جاي من. ايوه شيل دي خالص. اه توريبي لنا الطبق يعني بالجنب. خلي الكريم باتيسير ده ناحيه ال. ايوه بس خلاص شكرا. هنا شويه. Yours, love is yours because I love you. To you, I give my heart so madly, madly beating. Ice cream? Oh, جميل. هحط جنبي ايس كريم ايه بقى؟ هحط جنبي ايس كريم فانيليا. بس لو حسين يجيب لي الايس كريم نبقى خلصنا الطبق ده. استاذ ساره ممكن تستعجلي استاذ حسين هو مش بيصنع الايس كريم ده بيجيبه من الثلاجه. نجري اجري اجري مد. هي دي المفروض انا جايبه لها واحده مستكس بس هو حسين مش حاططها لي بس ما يجراش حاجه. كل ده؟ ده ايس كريم فانيليا؟ عندك ستيك عصايه خشب؟ ايوه انا جايبه معايا يا حسين كنت في الشنطه كانت بس المفروض تكون طلعتها. مش شايفاها جوه. كويس كده؟ ممكن معلش تلفينا الطبق الناحية التانية عشان مش باين اللي حضرتك بتحطيه. حاضر كده اهو. اوكي تحفة. خلاص تسلم ايديكي. ميرسي يا شريفة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ننزل لك عجينة آخر حاجة؟ يعني أشتغل في عجينة آخر حاجة ولا أعمل إن شاء الله أي حاجة من الحاجات دي؟ سريع يعني. انت يعني عايزه تعملي ايه؟ اعمل ان شاء الله واحده حتى من بتاعه الرنج. هو مش لسه في عجينه ثانيه هنعملها؟ المفروض هنعملها. يلا نزلوا لنا المقادير. يعني نعمل العجينه مش هنعمل الحشو. مش هنلحق نعمل. هو هنا في حشو؟ يعني كنت حشيت واحده حتى بس قدام الناس يعني. لا ما انا مش فاهم. هو يعني هو بس فيه؟ العجينه دي ايوه كل دي عجينه واحده يا شريف. أوكي. كل دول عجينه ودي؟ واحده. دي اللي هي لسه العجينه اللي لسه هتتعمل. يبقى خلاص مش مهم نعملها واعمل لنا بقى اللي انت عاملاه بتقولي. حشو طيب. ها؟ طب خلاص اوكي خلاص. خلاص نعمل بقى الحشو ليه مقادير؟ الحشو؟ اه لا الحشو هنشتغل كده بقى هقول على الهوا يعني. يلا ده حسين دي العجينه كان فيها عجينه قديمه دي عايزه حسين الدقيق فين يا حسين؟ انا هنا دلوقتي هحشي الرنجه اوكي لا حضرتك الشاحنه بتعملي ايه؟ انا دلوقتي يا شريفه شغاله دلوقتي انا عملت مربع من العجين وبعدين قطعت عملته يعني قسمته كده بالويم على ثلاثه يعني كده بالنظر التلت الاخير انا قطعته شرايح
زي الصوابع كده. اوكي هنا انا عامله بشاميل ومعاه جبنه مبشوره ومعاه الرنجه ومعاه بصل ومعاه فلفل. اوكي بس فلفل مش حراق. نحط كده بعدين نعمل دهيت كده اهو. هتالي هنا في اللوزين. فحد ينبيض الوش. كده عشان انا هدهن بس الحتة دي دلوقتي عشان هنلزق دول هنعملهم هنا كده. وبعدين دي هتدخل الفرن حوالي كده من 15 ل 20 دقيقة. اوكي الفرن 180 هتطلع زي اللي في اللي زي دول اللي ايوه جنبها البصل. زي دي ايوه. اوكي هنسيبها طبعا قبل ما تدخل الفرن تخمر شوية. اوكي هنشوفها تتضاعف. نعمل بقى الحشو اللي بعده. الحشو اللي بعده في حاجة تانية؟ اوكي اعمل لك حاجة. اعمل لي حضرتك محضرة كله عشان احنا مش هنعمل التانية دي. فكل اللي انت هنعملها لا ما فيش وقت. طيب خلاص اوكي. طب ممكن ورقة فيلا صغيرة؟ هاخد العجينة دي بقى. هنعمل ايه بقى دلوقتي حشو؟ هعمل إيه؟ دلوقتي اللي هو الضفيرة دي. أوكي. هعمل واحدة. هنعملها بالعجينة اللي عملناها على الهوا. صح؟ هي عايزة ترتاح شوية بس انا هشتغل بيها يعني. هاتلي شويه حط شويه دقيق وبعدين انا بفرد في العجينه كده. عايزين اجيب فواكه مسكره. هاخد حته زبده هاتينا هنا. اديني شوية سكر يا حسين لو سمحت من الطبق اللي عندك بقى ده. اهو 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 شوية سكر. هو ممكن نحط شوية عسل ابيض او بعدين هنا هنحط كده فواكه هنا. ممكن شوية الزبيب لو سمحت يا حسين. شوية زبيب زبيب زبيب. كده اعمله زي السويسرول بالظبط. حط هنا ممكن شوية زبيب. هنا بقى ممكن الحشوات دي نحط شوكولاته مثلا قطع. اوكي نحط الحشو اللي احنا بنحبها. انا هنا عامله واحده شوكولاته وواحده يعني الضفيره خليها كل واحده حاجه حاجه كده. ودي تقعد قد ايه في الفرن بقى؟ هتقعد نفس ساعة وخمس دقايق؟ ساعة تقريبا. لا ساعة ايه؟ لا لا قلت بص لغاية لما انت بتتكلم على لا عشان دي حاجة تانية مش كله نفس العجينة؟
كل نفس العجينه يعني. دي مثلا بتاعه الرنجه هتقعد من 15 دقيقه لثلث ساعه. والله بتبقى حسب ال لازم تقول لنا كل واحده هتقعد قد ايه عشان كمان. بص يا شريف هو الفرن كله 180 خلاص، بس لما هندخلها نلاقيها لونها بقى ذهبي خلاص نطلعها. ما هو الناس مش يعني لون اللون يبقى اللون ده ممكن تبقى من جوه ما استويتش. لا هتبقى مستويه. طب دي هتقعد قد ايه معلش الضفيره دي؟ يعني هتقعد تقريبا نص ساعه. نص ساعه واللي عملناها محشيه رنجه من 15 دقيقه لثلث ساعه. اوكي اوكي. طب الصينيه فين يا حسين؟ لو سمحت. هنا بقى سريع كده اديني في حشوات تانية؟ عايز اعمل حاجة تانية اعمل. فاضل لي يعني 3 دقايق. لا 3 دقايق يبقى. طب قولي لنا بقى بما ان انت جبتي العجينة التانية اللي ممكن ايوه هننزل مقاديرها بس مش هنعملها. طيب اوكي. اوكي. طيب نزلنا مقادير البريوش الملوكي لو سمحتوا. وقولي لنا بالشرح كده. طيب. هي 2.5 كوباية دقيق وواحد ونص كوباية معلقة كبيرة خميرة فورية وثلاث أرباع كوباية زبدة بحرارة الغرفة وأربع بيضات ونص كوباية سكر ونص كوباية لبن دافي ونص معلقة صغيرة ملح واتنين معلقة كبيرة ماء زهر. 2.5 كوباية دقيق واحد ونص معلقة كبيرة. لا دي واحدة عشان كان في حاجة في حاجات حضرتك ما كنتش كملتيها بس قولي لي من الأول. طيب 2.5 كوباية دقيق. يا جماعة انتوا بتعملوا ايه جوه؟ خليكم ماشيين معاها بقى. بريوش الملوك. اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. 2.5 كوباية دقيق، 1.5 معلقة كبيرة خميرة فورية، 3/4 كوباية زبدة بحرارة الغرفة، 4 بيضات، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن دافي، نص معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة كبيرة مية زعتر. احنا بنحط الخميره مع اللبن. لسه في حاجات ثانيه حضرتك ما قلتهاش. بشر البرتقال. صحيح ده بقيه الحاجه. طيب وبعدين في بشر برتقانه وريحه البرتقان وبيض لدهان الوجه وللتزيين فواكه مسكره زبيب شرايح لوز. اوكي اشرحي لنا بقى بتعمل ازاي. احنا بنحط اللبن الدافي مع الخميره ونسيبها تدوب شويه. هنحط الدقيق وبعدين هنحط السكر والملح ومية الزهر وبشر البرتقان وريحة البرتقان وبعد كده هنكون حاطين تكون دابت الخميرة مع اللبن هنحطهم ونعجن. وبعد كده بنقسم الزبدة على مرتين. أول مرة بنقلب الزبدة مع يعني نقلب الزبدة على مرتين. نحط النص الأولاني ونعجن وبعدين نحط النص التاني وبعدين بنسيبها تخمر حوالي 3 ساعات. وبعد كده بنطلعها نخبزها كل واحد يخبزها بطريقته بقى. ماشي خلاص اوكي. السفره النهارده تهبل. بشكرك عليها ونام بالتفاصيل. بس انت قلت لي دي بتقعد قد ايه في الفرن؟ دي هتقعد حوالي 35 دقيقه. 35 دقيقه في درجه حراره ايه؟ 180. 180. بشكرك. ميرسي يا شيخ. تسلمي لي. خلونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم فقرتنا الطبيه مع دكتور اسامه حفني استشاري علاج السمنه وعلاج العلاج الطبيعي ودكتوره هويدا حسنين استشاري العلاج الطبيعي ومديره قسم العنايه بالبشره بمركز يو اتش. خليكم معانا بصراحه.